فالقيامة لا تقوم على الناس وفيهم مؤمن واحد وفيهم مسلم واحد وفيهم عابد لربه جل جلاله، وإنما تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. هذا المؤمن جعله الله عز وجل صمام أمان لبقاء هذه الدنيا وبقاء الحياة للناس، فالقيامة لا تقوم على الناس وفيهم مؤمن واحد وفيهم مسلم واحد وفيهم عابد لربه جل جلاله، وإنما تقوم الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على شرار الخلق الذين لا يقولون الله الله. فحين تفقد الأرض هذا العابد لربه، هذا المصلي لخالقه، هذا الساجد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، هذا القاصد لبيته الحرام الملبي الحاج والمعتمر، حينما تفقد الأرض أمثال هؤلاء فلا يشفع للناس لا أموالهم ولا وجاهاتهم ولا مناصبهم ولا كل شيء من هذه الدنيا، لا يشفع لهم في أن يبقي الله عز وجل لهم الحياة، بل عندها يوم أن تفقد الأرض هذا الإنسان المؤمن الصادق فعندها تكون النهاية وتقوم الساعة وتقوم الساعة. فهذا قدره وهذه مكانته، وهذا الذي ما أحوجنا على الدوام أن نتذكره لندرك أنه ليس هناك كتاب وليس هناك أحد من البشر يعرفنا بقدرنا ومكانتنا وما لنا من الكرامة كما يعرف هذا الكتاب وكما ينطق ونطق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الأمور التي تثبت الإنسان على دينه وتملأ قلبه بالثقة والطمأنينة وتجعله يشعر بالفرح والسعادة بما هداه الله عز وجل من هذا الحق ومن هذا الدين. وعندها لا يتأثر الإنسان بكل شبهة ولا تهوى نفسه كل شهوة إذا خالفت أمر الله ومراد الله عز وجل. وعندها يشعر الإنسان بالعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Thank you.